الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليلة عظيمة وجميع المعايير. ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظمت بعظم الرحل الذي ولد فيها وصارت عظمتها ليس لها حد. في رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 لي 75 و71 في هدية إلى وتقوم بالهجر مع سبب الموت عن قدوم الهجر الى عظيم لا شك ان العالم كامل يشهد العظيم وليس مع المسلمين لهذا نبينا كاملين ولا افضل حق الله حتى المفكرين من العقلاء من العالم كامل يشهد بعظمة الرجل وبعظمة موسم وبعظمة مناسبة. الاحتفالات بها طبعا ما هي قد الاحتفالات بها في تاريخ الهجري غير بعد هي من اعظم ياسر المسلمين. نحن نعرفها عند الشيخ ابراهيم طبعا العالم الاسلامي مدري ويسلم من مدري عظامها في تركيا ويسلم بذات العشر من العرب لان هي عظيمه جدا بالنسبه لنا احنا قاعد لنا في هذا الحضور وهي جماعه اللي حضرت اللي خارج جماعه احترمها رحمين السيد الحاكم ممثل السيد الوالي ممثل وزير الداخلية رئيس الوزراء ومثل رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز المرحبين به على ذاك المستوى ويستحق عمله ومرحبين به اللي داروا معاه نادي افندي وفقاه وجماعة الجاية معاه كل مستوى مرحبين بمشايخنا ابناء الشيخ الزهراء رضي الله عنه وابناء الشيخ ابراهيم رضي الله عنه مشايخنا المقدمين الاكابر زملائنا اخواننا واحبابنا واصدقائنا ترحيب يستحقوا علينا مرحبين المنتخبين سيد النائب وسيد الامدة جميع المنتخبين اللي هم اذياء جميعا الله الذي اعضاء وهذا كان لا يتعاون في المناسبة وكل حد يستحق عنده باش عظمها وكل حد من نعرف ان هناك عدل وهناك تعظيم عدل ولكن مواكبتنا فيه ومشاركتنا فيه وتهنئتنا فيه ما يهم حد بخير شفاك جازين وجازين بخير كنت يا اخي قول اللي مساوي الشيخين عدل نقول عن كلمتي كلمه الشيخين الشيخ الحاج مشري الشيخ محمد الحافظ النحوي مهم لي كلمتين ما خلاو كلمه كل ما خلاو كل الشيخين قال وراهم طبعا الشيخين علقوا على خطاب الترحيب اللي قال سيد محمد الحافظ والمحن اسم الجماعة كاملة ألقوا عليها كل فقرة منها تستحق تعليق طبعا ونوفوا بذلك اللي فيها كامل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم وذاك اليوم على طول قريب ألقوا عليه ألقوا عليه جميع حيثياتهم جزاهم الله خيرا
وهي بعد زي عند الفقهاني وزي وقطع عن الشافعيين شافعي مالي سيد حاجز الله خيرا كجميع التفاصيل وانا اقول اخذ التفاصيل وجهه نطاق كلمه سيد مهند حاول المحن وشاب مدري تعصيب كامل والآية والحديث الكتاب في السنة ما ترك قول النقائل في ذات المشاعر هذا نحن بالنسبة نحن متصوفة اللي كان مدة خلاص اتهام انبر ويدنا عبد كامل وخير شيخ معدوم ويدي كان خالق العالم لا متصوفة ومدحه العالم الإسلامي يدرك وفتحات الإله القرن الرابع والخامس على قدر القرن قاع الثاني والقرن الناس قاعد يدعوا عن المستقبل آخر اللي يكون متصوفة من يجي الزمن التالي من القرنين غير مدة سنتين متصوفة خلاص الاتهام وعادوا كل شيء قاع عنهم وعادوا لابد أن يتبنوا برهن مواقفهم وعلى أعمالهم كاملة اللي ما في شيء ما هو جاي مكتب باسمه قال الشيخ رضي الله عنه إذا سمعتم عني شيئا فجلوا من فم السعي وفق استقاف الخضيب وما خالف اتركوه وقال سيدي محمد المصري إيه الكلمة اتركوه اتركوه تحت الغطاء حتى يجدر مفهومه إن الشيخ جاي ما يقول شيء أبدا وخالف الشريعة إن شاء الله تبارك وتعالى شيخ فهمت الناس فهم وهو اللي ودع عنه وطرق تحت الغطاء حتى يجدر مفهومه إذن هذه من أكبر المسائل اللي عندنا نداهم بها على الرسول جميع أعمالنا نحن التجانبين نقول عن طريقة طريقة العلماء مشد للكتاب والسنة ونقول لهم اللي عندنا نعبر طريقة القادرية طريقة القادرية طريقة الشاذلية على أحسن المثال للحسرة هذا هو الطرق الصوفية اللي بقطع عنه الناس في الإسلام هذا العالم اللي عرفه كان هذه افريقيا وهذا الثالث وهذه اوروبا جميع القارات يصفهم الاسلام بالجهاد بالحكمه بالدعوه الى الله تبارك وتعالى بالحكمه والموعظه الحسنه والجهاد التي هي احسن والجهاد في سبيل الله امثله مشايخ التصوف اللي قام بذلك الدور اكثر من ان تحصى ومن تحصى مش زمن وجه واحد ولحقوا هاي المتصوفة العالم هاي المرحلة اللي هو فيه جاهم جماعة أخرى وعات باسم الدين بدعهم وطلعهم فصل فرصهم فصل فرصهم نعلمهم ولا أدلتهم وبراهيمهم كتابهم سنتهم اللي جاي ما عند الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحمل الشك ولا الريب فلين مدري يا رب الناس على الصراط المستقيم إذن سرق الحال وضح ياسر ذلك المجال وجمع الشيخ عن الحال ذلك هو وضح ذلك هو اكتب الحال اللي مكملة ومتممة جزاهم الله خيرا وهي مناسبة نحمد فيها الله تبارك وتعالى على هذه الدرجة الحمد لله الوصف العلاقات بين الجماعات الحمد لله لأحسن ما تكون عليه الحمد لله جماعات منطقة كيف إشان القوم الضيب جماعات الأقربين الحمد لله طهم الله الحمد لله شمنا مشد الأواصر وصيف الأرحام الحمد لله والتعاون والتضامن والتآخي والتراحم شمال الحمد لله تدخل الحمد لله راجع عن الله إن شاء الله يتمسك ويتضاعف يوم بعد يوم يوم نشهد الأخبار الأقربين كيف قال سيد الحاج وكذا يا سيد محمد حاوم ما عند بقمون يقول له باقية مرورا بركيز وشيبية ركاب وبرينو وباب الفتح معطى مدانة وتنبالي ونباقية وثيرت منطقة كاملة الحمد لله اللي كل يتتابع بسيد الحاج وحاج بركيز وفي يوم اللي يتابع مثل حاكم بتلميذ كانت الأنطاقة منطقة في منطقة التلازة اللي تمثل البطن كامل جميع مكونات البطن
الخير كما نقول الأحياء بيودي عندهم دواعي جامعتهم دواعي دينية هي اللي تجمع الناس في هذا البلد من سائر البلدان كانوا هي الله الله الحمد لله مجموعات من المشايخ يدل الناس على الله تبارك وتعالى ويقربوها منه ويجمع الناس لما في خير الدنيا والآخرة الدين وسط وسطية في الإسلام والتحابب والتآخي والتراحم واحترام الآخر وتقديم ومحبته على المجر المستقيم على الصراط المستقيم المجرمين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله بالله تبارك وتعالى ليلة كيف قلت عظيمة جدا حضور فيها ابناء الشيخ حسين حضور فيها ابناء الشيخ ابراهيم ليلة عظيمة جدا حضور فيها مسؤولين دولتنا بحياتهم ومن معهم ليلة عظيمة حضور أهل الشخصيات المهمة دينا ودنيا وأخرى شخصيات الدين وشخصيات الأخلاق وشخصيات المروءة الحمد لله كل من طرحه الحمد لله ممثلا وأحسن تنفيذ بارك الله الحمد لله جماعة تركيز جزاهم الله خيرا والكتاب جامع ممثلين في نجوم نجي ربي جاتنا هم وهشام باي طبعا وهد مدرب شاعر أحمد المدرب بارك الله فيه جزاهم الله خيرا وطبعا الشعراء اللي تكلموا كاملين جزاهم الله خيرا بتحرص بها صلى الله عليه وسلم شي حق وواحد شهر ثاني ربنا يعطيهم العافية وقطع بال أنا رضي الله تبارك وتعالى أني أقول على ربنا أغلقكم وزيد وزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه والاشتغال بالله تبارك وتعالى سلاح الدنيا الآخرة ولكن بدورنا محبتنا ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه النور هذا قاله باسمه شخصيا وباسم الخليفة كتسور الخليفة الشيخ زايد الشيخ اللي مسلم عليه الجمع الكريم كامل ونوه به كامل وبرغ اسلامه وباسم الاخوه الكبار محمد ديحا محمد ديحا الله خيرا وباسم الاسره محمد دريم وباسم المشايخ اللي جزاهم الله خيرا قعدوا معانا وحياونا وهنئونا وباسم وكلم اللي ما قدوا شو تربوا كيف سيد محمد احمد المراب جزاه الله خيرا اللي جاي سيد النايب نايب عن راسه عنه هو سيد شرفين سيد يقول لي سيد محمد سعيد نايب عن نايب عن راسه وخافين جماعة أهل مفن جزاهم الله خيرا أهل مفن وخشيبية ومجناح ومدينة ومثلين في شخص الخليفة سيد محمد كبير ولدها جزاهم الله خيرا وعاود الكريم ونقول اللي ما قدش هم اللي اتصلوا بنا كاملين وكلهم بقينا نعذر عرفناه وصلناه فيه هذا كامل من جماعات شاكرين هم هنئين وشاكرين المجموعة الصحابية قيادة الشيخ البتهمة اللي تبارك الله انعشوا هاي الذكرى انعاشهم اسبق له مثل تبارك الله طبعا لا كان في الله دبرت سيبه الحوال محمد جزاه الله خيرا ورحمة الله الشباب والجماعة اللي استغنت في الصحابة كانت وذل الضرب كل الإنسان الآخر سيد يحيى السالك أقول لحالنا شاكرين الشعراء من كل ناحية من القرآن المجاور واللي حضر معانا واللي دائما كان يناقشون يعني الحفلات في الماضي اللي كلها برسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء قعدناه هو الحمد لله بلا بالقدر الخير والشرير ما خالق سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي دالة الله تبارك وتعالى وهادي الى الصراط المستقيم وان كيف هدي الى الصراط المستقيم ونعلم دال الله خالق وغير كان لا دال في الله تبارك وتعالى
وقام بها أحسن قيام، هو أعظم خلقي وأكرم خلقي وأتقى خلقي وأفضل خلقي، هذا يعرفون المسلمين ويشهدوا به بعد الآخرين، وخصوصية المسلمين اللي هم المتصوفة، ونحن قائدة ذاك الشيخ إبراهيم رضي الله عنه جايب من والده اللي قاس عين المعاض وقاس الفاس وجابنا عندهم إلى احتفال المدينة النبوي من زاوية الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، هذا هو قدوة الفاية وحمده من الله والاقتداء حظي، وقلت من شدة وما لنا إلا اتباع أحمد. أي جماعة الليلة هنا هي فرحة جدا بهاي المناسبة وبهاي الليل، وفرحة بضيوفنا الكرام اللي جاوا حياوا علينا، ضيوف الدولة وضيوف المشايخ وضيوف العلماء وضيوف المشاركين الكاملين، شاكرين جماعة النظام لجان اللي قام عليه موسم كلهم بعينه ورسمه واسمه، شاكرهم ما دخل الشيخ بارك الله فيهم، الظلم على احسن الورام جزاهم الله عنا كل خير. اي مناسبه عظيمه رضي الله ان شاء الله نوفقوا فيها دائما، وفقوا لدائرة عن دائرة ان شاء الله نتواصلوا فيها دائما ان شاء الله، وكلنا يهمنا لو حربها اسوي ابو بكر اسوي مقام الان اسوي باب الفتح اسوي بارين اسوي كمبيالي واسوي في خرم القران واسوي مدين وقران المسلمين كاملين وقران متصوفه وقراء الناس اللي ماشي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي جماعة كانوا من أي فريق كانوا، رجل الله إن شاء الله نوفقه دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعزره ونقره ونتبعه، ولا تقولوا قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جزاكم الله عنا كل خير. ونرسل القول إليكم بين الجماعة الخدمات قاعد عنهم همشين فضلا براحة اللي ويأخذ راحة مريشي ما جاهم تلبية الداعين وجاهزة وجاهزة بخير، الله يتقبل منكم إن شاء الله، بارك الله بنا.